تعليم الأطفال السوريين بعض المشغولات اليدوية وتقديم مأكولات وهدايا مع احتفالات نهاية العام، نشاط أقامه شبان ومتطوعون سوريون وفرنسيون من طلاب إحدى جامعات باريس بهدف العمل على محو البعض من الذاكرة المؤلمة التي عاشها أولئك الأطفال في سنوات عمرهم الأولى. جمعنا اليوم الأولاد، عملنا لهم نشاطات أعياد الميلاد، هيك لنسيهم شوي همومهم ويعني الآلام يلي قدروا شافوها بسوريا وقت كانوا صغار، وجبنا لهم هدايا وعم نحتفل بالعيد. منا يعيشوا بالمستقبل حياة أسهل من يلي عاشوها أهلهم، مع حرية، مع يعني راحة نفسية، وإن شاء الله إنه يقدروا يستقروا بحياتهم الجديدة بفرنسا، وإذا قدروا يرجعوا على سوريا أكيد هذا كل العالم بتتمنى. أول شيء كانت فاضية، كان في بس الوش والهذا. نحن أول شيء بلشنا بالوش، حطينا العيون بالهذا تبع القميص، وبعدين عملنا التم بالبانتور، بعدين عملنا الشعرات بكوتن تبع الكوتن ألوان، وبعدين الضائقة فينا نحط فينا ما نحط، في كتير شغلات يعني كتير بوسيبيليتي نحط. ما في وحدة ساعدنا تعرف تخيط، ساعدنا عشان نقي شو نعمل. أول شيء خيطت التحت، بعدين خيطت الفوقة، وبعدين بتعمل هيك بتلاقي قطر كلهم.